طيب تعال نشوف مع بعض بعض الاسئله اللي وصلت عبر الواتساب. عايز اقول لك يعني الاف الاسئله، هنحاول ناخد منها اسئله ما تكونش متكرره. السؤال اللي معانا الاول بيقول استاذ محمد، لو نزلنا الميدان يوم 25 هنلاقي المدرعات قافله كل المداخل وبالتالي هنحبط زي المره اللي فاتت، رايك نتحرك ازاي؟ ما هو ده من ضمن البلاء اللي احنا هنقوله. ده لسه للاسف للاسف. انا عايز اقول على حاجه، الحراك احنا مش هنقدر نقول شكل الحراك دلوقتي، الحراك هتلاقي قبلها بيوم. قبلها بيوم؟ لان اي حاجه هنقولها للحراك يا استاذ احمد دلوقتي يبقى احنا جاششنا الداخليه. ايوه. يبقى انت هنقول قبلها بيوم، انا عارف ان هم عشان يعملوا استعداداتهم بياخدوا فتره طويله جدا يعني. تمام. يبقى احنا قبلها بيوم على موعد مع تفاصيل الحراك مع محمد علي. تمام. نشوف